صباح الخير أصدقائي. ناس كتير بسبب غلاء الأسعار طلبت مني أعمل وصفات اقتصادية، وقلت أعمل لكم سلسلة للأكلات الاقتصادية. وهنبدأ النهاردة بالكشري الإسكندراني، وهقول لكم على الطريقة والمقادير المظبوطة عشان ما يعجنش ويبقى مفلفل زي ما انتوا شايفين كده. المقادير هنا متعايرة كلها بنفس الكوباية، كوباية رز أبيض مغسول ومتصفي كويس، وكوباية من العدس الأصفر المغسول ومتصفي ومش منقوع، وبصلة مفرومة، وزيت، ومكعب زبدة. وهستخدم مكعب مرقة يديله طعم جميل، ومعلقة ملح. نيجي للمية، هنحتاج كوباية ونص مية مغلية، واخد بالي وانا بغليها ما اسيبهاش تتبخر وكميتها تقل والمعيار يبوظ. اول حاجه اخد الميه احطها على النار عشان اغليها، وفي حله على النار احط الزبده وشويه زيت صغيرين عشان الزبده ما تتحرقش. وانزل عليهم بالبصل واشوحه لحد ما يدبل، بس ما احمروش تحمير. وانزل العدس عليهم واديله تقليبه سريعه عشان يتغلي في الزيت. وبعدين هنزل الرز وازود شويه زيت كمان عشان يغطي كميه الرز والعدس كلها، ودي اهم حاجة عشان الكشري يطلع مفلفل ومش معجن. واقلبهم دقايق لحد ما يتغلفوا كويس في الزيت. انزل عليهم بالمية المغلية ومعلقة ملح، ومكعب المرقة اقطعه واحطه واقلبهم تقليبة سريعة واغطي على طول. مش هياخد دقايق والمية هتكون اتشربت. اقلبه تقليبة واسويه من فوق واوطي عليه النار خالص واغطيه لحد ما يكمل سوا. هبدأ احضر الصلصة. عندي فصين توم مفرومين، ومعلقتين صلصة، وزيت، وخل حوالي معلقتين، وكوبايتين مية، والتوابل معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة سكر، ونص معلقة صغيرة شطة، ومعلقة صغيرة كزبرة، ومعلقة صغيرة كمون، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود. اسخن زيت على النار واشوح فيه الثوم لحد ما يصفر، ما حمرهوش. وبعد كده انزل الصلصة واقلبها دقيقتين. بعدين اضيف الخل والمية
التوابل وقلبها واسيبها تغلي تتسبك. بصوا الكشري نازل بالحبايه زي ومش ملزق ولا معجن خالص. اهم حاجه لو هتضعفوا المقادير تضعفوها كلها، مش تضعفوا مقدار والتاني لا، عشان توصلوا لنفس النتيجه. هقدم الكشري مع الصلصه ومعاهم طبق سلطه عظيم وممكن كمان بيض مسلوق، وبكده تبقى وجبه غذائيه متكامله. والف هنا.